السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتطرق لموضوع مهم جدا وهو العناية بالبشرة. مهما كان نوع البشرة يفضل اتباع النصائح التالية، وهي غسل الوجه مرتين يوميا واستعمال المرطب المناسب للبشرة، كما ينصح بشرب الماء بكمية لا تقل عن 8 أكواب لأنه تساعد في المحافظة على نضارة البشرة وحيويتها، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه، كما ينصح بإجراء التقشير مرة كل أسبوع واستعمال الواقيات الشمسية المناسبة لنوع البشرة، و ممارسة الرياضة شيء ضروري جدا لأيضا المحافظة على حيوية ونشاط الجسم، وبالتالي ينعكس على نضارة البشرة. كما ينصح بتجنب الإكثار من تناول السكريات لأنها تؤثر على تساعد على ظهور التجاعيد مبكرا على وشيخوخة البشرة. وكذلك ننصح الشباب والمراهقين اللي يظهر عندهم حب الشباب بعدم العبث بالحبوب أو بما يعرف بالبثور، وذلك لمنع انتشارها على بشرة الوجه. كما ننصح بتناول منتجات الأوميغا 3، ممارسة الرياضة، النوم لثمان ساعات يوميا، واستشارة الطبيب في حالة ظهور أي آفة جلدية أو في حالة تهيج البشرة.